انت دقيقة، انت الان غايب بروفات يومين. علمتك انا تجي دقيقة تجي اليوم تجي الرجال قدامك لهم يومين اليوم لو اسمائهم تحط اسمك توعجيان. انا شطبت اسمي حطيت اسمي يوم شفته زعل. ليش انتوا طيبين؟ يا ابداع ابداع يا ابداع ناصر والله العظيم والله لو يقول يا ناصر يقول يا ناصر ابي دورك ان ياخذه هو وغيره. انا لا 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 بيدي ما صدق. انا يا رجال مبدي روح مبدي ناس على روحنا ما عندي مشكلة. يا ناصر ابعلمك ناصر انا بس بقول لك سؤال بس بقول لك شيء بس بقول لك سؤال وخذ راحتك بس بقول لك شيء واحد بقول لك شيء واحد يا ناصر ناصر حبيبي بعطيك ناصر انت الان تقول ان فيحان كذاب مو صحيح اللي قاله يعني كذاب فيحان طيب. انا غيرت سيناريو عندي معلومه انا عندي معلومه يا ناصر تمام انك انت متهاوش مع اكثر المتسابقين في القريه والمقدمين مقدمين دفع البلاش تنباع نعم انت دي. عندك خلاف قائم الان مع المتسابقين اغلب المتسابقين اللي معك لا لا مو صحيح تمام ومع المقدمين انا اعلمك سبب الخلاف معلومات والله العظيم ناصر معلوماتك صحيحه ناصر انت والله انا مضروب من جنب والله ما اسمع والله والذي لا اله الا هو أن يحلف وانا اصدق اني ما تبلك في شيء والله والذي لا اله الا هو اسمع في وجه شيباني انه ما جاك الا الصحيح صل على محمد صل على محمد ما جاك الا الصحيح هل انت بنظرك تشوف انك تغيب يومين وتجي وتحط اسماء الاولى علمتك انا غايب العذر اليوم الثاني دخلت عليهم بالمسرح كلهم موجودين جيبهم الخمسه عدوا منا قدامك قلت يا رجال انا علي خصم 5000 تسمحون لي وانا ما اخذ رضا احد اعلمهم يقدرون واقدرهم قلت يا رجال تسمحون لي امسك البث ساعتين من 4 إلى 6 قالوا تم يا ناصر تخلص تعلم كلهم بما فيهم ضيحان طلعت انا مسكت البث ما حصل شويه بينكم ها ما حصل مشكله لا لا جيت انا رجعت يوم رجعت انا حطيت الاسم جاني قال لي شوف هو وجهه نظره صحيحه ومعه 100% انا يا ناصر بيض الله قال لي قال لي يا ناصر وجهه نظره مو بالكلام اللي قاله جيت قال لي يا ناصر لا تحط اسمك اول واحد قلت على خشمي والله اني شاطبه كامل الاسم حطيت فيحان اول واحد قلت يا رجل اول ما يتكلم فيحان احنا ترى تدري ان المسرحيه طافت مسرحيه طيب. فيحان احنا ماخذين من فيحان احنا نبدي اراء ونشوف المسرحيه الناجحه احنا مجموعه يا اخوي ما احنا بواحد ناصر ناصر فهمتني ناصر احنا مجموعه دامك قلت على خشمي دامك قلت على خشمي ليش حصلت مشكله لان صار كلام عقب على خشمي صار كلام ولا لكم لزوم سالة تبعيات اللي تحت ضماننا في لزوم ايه صار كلام عقب على خشمي اللي على البث اي صار كلام ولا لكم الان صار متعب اصلح فيما بينكم حلو لا لا ما اصلح احنا متصالحين من زمان متعب طلبنا قال يا رجال انا طالبكم قبل انا بقول لك الكلام اللي حصل تحت ايه قال يا رجال انا طالبكم كلكم واخص فيحان وناصر ما بيطلع وفي احد خاطره على شيء متعب يعني انت الان ما في خاطرك على فيحان شيء والله العظيم احنا متخاصمين في ليلتها والله العظيم يا في المسرحيه وليش وليش الجفه بينكم اي جفه الريالتي اي جفه فيحان اختيار معاونين جنب عنك في تفاصيل كثيره ما الجلسه ما تدرسون يا ابداح يا ابداح ناصر بن قمره ما عنده الا سيده والله لو بيني وبينه جيفها ما ادخل عليه فيك في شروم واقول شيخته من ورث مليون السلام والله اسمع عينو خير والله اسمع ناصر عينو خير فيحان يدخل علينا يعطينا كلام تيجي انت تعطينا كلام وش الكلام اللي اعطاك وانا ناقصك ما ندري وش الكلام عده عده وش الكلام اللي قال فيحان يقول انك الداخل غيرت السيناريو وانت تقول لا مو صحيح مو صحيح ادع الخمسه مو فيحان الحاله ادعهم الحين معي ادعهم قول ناصر غير سيناريو يلا خلينا نشوف تبيني اعطيك قبل المختصر يا ناصر هذا المختصر بعلمك يا ناصر ناصر شوف بعيدا عن انت المخطي فيحان المخطي شوف الواضح والجلي امامنا دقيقة الواضح والجلي امامنا ان انت خطأك واضح باعترافك انت اخطيت لا دقيقة لا لا ما اخطيت غايب عن بروفاتك وما اخطيت ما اخطيت انا ما غبت على البروفات وجيت قلت يا رجل بتصدر مشهد لا تصدرته انا كلام يطلع مني عربي يوصلكم بنقال يا ناصر ناصر انا اقول ارحم والديك اسمع اقول اسمع ناصر ناصر انا ما غيرت مشهد احنا ما نبي نرفع الصوت ونطول انا اقول لك ما غيرت مشهد لو ما في تقطع ما تصرحين لو ما حصل مشكلة ما صار في كلام تحت البثرين تقول ما لنا في لزوم وحنا ما لنا في لزوم الكلام والله انه بعيد عن المشكله أوه. طيب سبحان الله وبعدين بعلمك حنا 27 رجال هنا او ما دخلنا ايه؟ شوف تاكد اذا ما حصلت مشاكل اعرف الاخوه اخوه الجامله بس انت اعرف الناس جامله الاخوان حصل بينهم مشاكل ابن قمره انا اقدرك ابي منك طلب واحد وش المشاكل انا ادري انك انت وفيحان بتصالحون وبتمشي امورك خلصت انت أمور اسمع انت رجل وبن قبيله وفيحان رجل وبن قبيله والاختلاف يحصل لكن انا ابي وعد من الان ابي على وعد على ابي ناصر وفيحان في جلساتهم مع بعض والله ما تفوز بها يا ابداع خالصين منها مبطي احنا خالصين منها مبطي اقول لك ما خلصتوا منها في والله العظيم احنا خلصنا ما خلصتوا احلف احلف بربي ناصر رجع عسل سالم ناصر والله العظيم احنا خالصين منها ناصر انتوا تكذبتوا قلتوا في الروم شكرا لك تكذبتوا بعض قلتوا في الروم تقول خلصتوا ما خلصتوا شكرا عبد الله ناصر شكرا لك طول عمركم كانت مداخله جميله عرفنا انه فيحان كذاب وانت صادق على لا كلامك لا صادق بقول وفيحان يقول دقيقة هو صادق دقيقة وانت كذاب دقيقة هم كلهم ما عرف الصادق من الكذاب دقيقه ايه؟ خلي بختم تفضل احنا للاسف نبي نطلع بنتيجه فيحان جاء وعطى راي
جاء ناصر وناقض هذا الرأي وكان ما اخطأ يعني ما انتهينا على شيء، يعني الاختلاف لا لازال موجود. الاختلاف هذا أنا أقول المتسابقين أول شيء بنظر الشخصي، واعترف ناصر أنه غايب عن البروفات يومين، يقول أنا غايب عن البروفات يومين شايل البث، شايل البث متى بشايل البث ما يهمني، أنت تغيب على البروفات تيجي تغير السيناريو هذا خطأ، مو من حقك، مو من حقك، نعم. مو من حقك تغير السيناريو. أنا لو مكان فيحان ولا الشباب الباقين أكيد بوقف وأقول لا يا ولد أنا لي يومين وأنا أتعب في البروفات تجيني على طول تقول غير، مو منطق. أنا أتمنى أنكم تصالحتوا وهذا اللي نبيه، وإن شاء الله أنكم تصالحتوا من دوننا، ولا إحنا نبي نصلح بينكم، أنتم رجال وعيال رجال وتصلحون بينكم. إحنا أنا اللي أبيه أن المجموعة يستمرون مع بعض، يمثلون مع بعض، احضروا البروفات، تراك ناصر بن قمره متسابق مثلك مثلهم، ما لا تعيش الدور تتكي في غرفه النوم ولا جاء يوم العرض انت وعجيان ماخذين خط ثاني، لا جاء وقت العرض جيت قلت لا تغير السيناريو، خطا يا ناصر خطا، ركد الامور، ركد انت تراك متسابق مثلك مثلهم. يعطيك العافيه ابدع، شكرا. عبد الله عندك تعليق اخير قبل ما اختم؟ والله انا يعني زين اني على الشاشه اساس ما يعتبرني تقفيته يعني، فهو قاعد يسمع كلام الان، هذا متسابق شايف نفسه، واللي يشوف نفسه لن يكسب لا اصدقاء ولا زملاء ولا اداره ولا جمهور. انا ما حبيت اتدخل معه في هذا لانه انتم بدها تكفون ومتسابق يعني دخل علينا، طلبنا منه اعتذار، طلبنا لانفسنا، طلبنا للشاشه، احنا ما طلبنا شيء يخصنا ما بينه وبين حق، فهذا متسابق شايف نفسه والايام كفيله ان تكشفه. شكرا. شكرا لك ابو عبد. جمهورنا الغالي اخذنا وقت اكثر من الوقت اللي نستحقه احنا في هذه الفقره.